نرجع للشيف معنا شيف احمد شيف الاماراتي المبدع. اليوم ما شاء الله مجهز لنا اكله بحريه. نعم الاخطبوط، وراح يكون معاه يعني خلينا نتعرف على المكونات بشكل عام، لانه الاخطبوط يبدو لي ياخذ دور البطوله كله. بياخذ دور البطوله. نعم. هو طبعا بعد شوي بسلمك السفينه. جاهز انت الربان. جاهز. عندنا هني الفلفل الاحمر، عندنا البصل اساسيات، البصل والثوم، عندنا الشبت عشان يشيل الروائح. نعم. يشيل الريحه. عندنا الليمون، الليمون والبصل والثوم، ما نحطه في الجدر على سبت انه يشيل الزفر من الاخطبوط. وعندنا ايضا عيش او رز بنسوي مع عيش ان شاء الله. نعم. والسبايسي على حسب انتم قد ما تحبون بنحط. خلاص احنا ناخذ الوصفه حب يعني نتمرحل معاها. ما عليه. يلا. الحين هذا نقول بسم الله. عندنا هذا الاخطبوط. طبعا انا منظفنه وجاي. طريقه تنظيف شيف احمد كيف؟ بسيطة جدا، انا بعلمك لو حتى انت مبتدئ. أي. انا بعلمك طريقته، تقدر انت تحضره في البيت او في اي مكان. زين. طبعا الاخطبوط احد يعرف كم يد له؟ 8. شكلك قاري عنه. لا هي غادة اليوم قالت غششتك. ها؟ اي زين. 8 ها؟ اي هذا الراس. زين منظفنا انا طبعا كل شيء في الراس. كان في حبر هو هذا؟ اي في الحبر وفي كل شيء. طبعا الحبر وسيله دفاع له. تعرف الاخطبوط عنده وسائل دفاع كبيره. لدرجة أن عادي يفقد واحدة من يديه ويعيش حياته الباقية، يعني بتحصل كثير منه على باقي له يدين ثلاث أربع، يتخلص من يديه ويكمل حياته ما عادي. تطلع له يد جديدة. هي وبعد يقولون أن عند ثلاث قلوب. إيه ثلاث قلوب. كل قلب له وظيفة. ما شاء الله. زين أنا شال عيونه. هذا الرأس. ها العيون بهذا هذا المكان. أيوه هذا المكان. طبعا هاي الكائنات الجميلة قبل ما أطبخها دائما على حسابي، مثل الارانب او الكائنات الغريبه، احب اطبخ كل يوم شيء جديد. نعم. يعني ما احب اني اكل شيء كلته قبل، دائما احب اني ابتكر اكله جديده او حلو شيء جديد، ابي اتذوق كل شيء. تذوق تطلع من الروتين يعني وتكتشف. فدائما امسح الكائن دائما على راسه كذا وامسكه من يديه وقبله عادي يعني. هذه قبل ولا بعد؟ هذه قبل. قبل؟ قبل الطبخ. يعني انت تطبطب عليه تقول له انه انا اطبطب عليه، اقول له يا حبيبي واعطيه بوسه. والله حلو. ايه عادي تعطيه حب يعني. نعمة الله هذه عادي تبوسها. لا لا فيها عادي اي عادي. مشكلة. زين ما بنطول عليكم. طيب طريقة تنظيفه. هذا الراس، هذه العينين، واضحة للكاميرا؟ نعم واضحة. هذه العينين. زين بس خلنا نشوف السكين عن اذنك. سكين دائما بعد ما تسنها نظف، يمكن فيها برادة حديد او شيء. زين هذا الراس. زين شوفون وين العيون؟ هذه العينين من تحت العينين. من تحت يعني بالطريقه هذه. الراس ممكن نسويه تحت الهواء بعدين انا وانت. اوكي. نتفنن فيه. نشوف شنو ممكن. لا طبخه خاصه. حلو. زين؟ بقى عندنا الاذرع. هاي الاذرع حق الاخطبوط. شوف. طبعا هذه طلبيه خاصه وفصيله نادره جايبينها انا. سلام. طريقة تنظيفه، إذا أنت تخلصت من الرأس خلاص اعتبر نفسك خلصت. الحين هم عادة الناس إذا اشتروا مثلا من السوق يشترون منظف يعني. شوف الحين احنا قاعدين شو نطلع الحين؟ هذا شو؟ شو؟ هذا فم الاخطبوط. فم الاخطبوط. فم الاخطبوط تطلعه كذا بالطريقة هذه خلاص. طيب احنا خلينا هذا فم. ممتاز. أحمد ايش رأيك عشان نستغل الوقت؟ الوقت بنستغله إن شاء الله. ندخل على التحضير. تحضيره بسيط جدا. أول شيء في ناس عندهم عدة طرق، في ناس يطبطبون عليه في هذه. اشرح لهم كيف. انه نضرب؟ يضربون على سبت ان اللحم يتوزع. يعني يتوزع اللحم. ايه يضربونه بقوة يعني بطريقة. شوفهم طبعا في كل في اليابان. ايه كل ناس لهم طريقة معينة يعني. بس يعني احنا نشرح للمشاهدين طريقة. اساس يعني يقدم. اما طريقتي انا لا اضربه ولا اذيه ولا شيء. دائما حنون امسح. انت حيرتنا، مره تمسح وتبوس مره تضرب. انا دائما حنون على الكائنات هاي الجميله. طيب زين الخطوه بعد ما نظفنا وضربنا والامور تمام، تجيب هني عندك ماي مطبوع يطبخ. زين ننزله في الماي لمده 3 ثواني كذا بالطريقه. 3 ثواني. هي على سبت ان ماي نقول 1 2 3 عشان انه ما ينكمش ونطلعه. فعلا صغر. اذا خليناه مره واحده ممكن ينكمش. هي احنا بنشوف اصغر. كش. نسوي مره ثانيه كذا 1 2 3. شوف كيف. سبحان الله. سبحان الله. فعندك تخليه شويه كذا وتردد دخله مره ثانيه في الماي.
لمدة 3 ثواني والطلعة، بعدين خلاص تخليه في الماء لمدة من 40 دقيقة لساعة. نخليه يطبخ. خليه يطبخ ليش؟ لأن حجمه كبير فيبغي له تقريبا 40 دقيقة أو ساعة. ماء فقط. ما إذا كان اخطبوط صغير 20 دقيقة 25 دقيقة تكفي. زين الماء يتحط عليه بصل و عشان ننظفه من الزفارة. نقدر مثلا نجيب بصلة نحطها في الماء كذا، بسيط جدا. نقدر نجيب مثلا ثومة، هاي ثوم بالطريقة هذه، وننزلها عشان نشيل الزفارة أكثر. نقدر نجيب ليمونة نعصرها كذا. يعني الطبخ ما يبغي له شغلة كبيرة، يعني بسيط جدا. وننزله، سكر عليه وخليه يطبخ لمدة 40 دقيقة لين ساعة. زين، هاي طريقة. في طريقة ثانية أنك تنقعه في نص ساعة في ليمون وخل عشان تشيل الزفارة منه. هذه طريقة. إيه، فالحين يوم بتاكله بتشم ريحته كأنه مو بسمك ولا نوع من أنواع السمك ولا شيء. إيه. طيب الرأس في له خطة. الرأس هذه خطة تحت الهواء. بعد شوي إحنا. إيه، بنسويها بعدين أنا وأنت. طيب شيف أحمد، إحنا بانتظار إنه الأخطبوط مثلاً يستوي وينضج. إيه. وراح نرجع معاك نشوف باقي المكونات وإيش راح نقدم معه. بس إن شاء الله. تمام. تمام. الله يعافيك يا مرحبا. ذبحت الاخطبوط ها؟ ها ذبحتكم الريحه انا اقول كذا شلته شفته يحياك ابو حميد. احنا غلينا او طبخنا الاخطبوط مع بصل وليمون وامور عشان هذا الاخطبوط عقب ما تخلص تشيل منه الجلد. نشيل منه الجلد بينفسخ معك بسهوله. سهوله، بس تخلي المصات هذه اكلها عادي، يعني هذه عادي ناس ياكلونها حيه، فما بالك. فشغلها بسيط جدا. اول شيء ننزل البصل، كمية اللي انت تبغاها البصل، ها الكمية اللي انت تبغيها البصل. وهذا الفوم، الثوم المهروس. مهروس؟ لا لا لا، الشغل عدل. لا الحين ماشي، اخلي الريحه توصل للقنوات الثانيه جيراننا. زين، انت الحين بتحط ولا بتحمس؟ والله انا معاك اللي تبيه. شو رايك انت؟ تبي عادي. انا عاده ما احب اتدخل بشغل الشيخ. قالوا لي انت شيف، ولكن الشيخ اذا الشيف عفوا اذا يبي مساعده ممكن اساعدك. انا سمعت ان كل شيفيه انت تطبخ عنه. لا ولا مش معايا ما تبغى تطبخ. لا تبي اساعدك اساعدك. خبير بالمطبخ يعني. خبير بالحمس. بسيطه جدا، يعني انت تشوف الاشياء اللي بتنضج قبل. طيب حلو. تتاخر تنزل. لا ريحه ثوم وبصل الله. زين، هذا الفلفل البارد. فلفل بارد. حمسة خفيفة كذا، يعني هذه طريقتي، يعني لو تدور عليها ما بتحصلها إلا عندي. والله احنا لهذه الأسباب مستمتعين بوجودك. يوم تشتاق لي خبرني عشان أطبخ لك إياها. زين حلو. طبعاً الاخطبوط. الاخطبوط هذا أعرف حجمه كبير، فياخذ وقت وايد حق لأنه ينضج. هو كل ما زاد حجم الاخطبوط كل ما زاد أطبخ أكثر. ساعة ونص ساعتين عادي. ساعتين عادي. واو. الحين بنذوقكم ان شاء الله كل الاشياء النادره بتاكلونها ان شاء الله. ان شاء الله. انا طبعا لا دارس طبخ ولا هوايه. ولا هوايه بس الاخطبوط، يعني اني احب اجرب اكل كل شيء فلازم اطبخه. شيف احمد، تعتبر الاخطبوط يعني كذا اكله مكلفه؟ يعني لما مثلا اعزم ناس عندي في البيت واجيب لهم اخطبوط، يعني زي كذا في مكانه الذبيحه مثلا؟ اوه بالعكس، هذا شيء راقي، تعلقينها كذا نفس الذبيحه. اها. ايه بالعكس يستانسون. اوكي. يعني طيب لا هو هي من ناحيه يعني قدم شيء للضيوف كاخطبوط، اذا الضيوف هم حابين هذه المأكولات ممكن شيء رائع. أوكي. ولكن كتكلفه يعني صراحه هي الاخطبوط غالي، الحيوانات النادره ومش متداوله كثيره. فعلا. يعني تروح سوق السمك ممكن ما تحصلها. ممتاز. فانا طلبتها طلبيه لاني ابغى اذوقها شيء نادر يعني. ايه، فطلبت حقكم، كنت بجيب لكم 6 متر 7 متر. الله يسعدك. بس هذا اللي توفر كفريش. يا سيدي يعني والله كلك يعني ذوق وشكرا. جماعه ما قصروا جابوا لي، قلت لهم انا ابغى، فالمره الجايه بيجيبون لي شغله ثانيه، الكرب اللي بس بنجيبه حي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت بس كمان احنا عشان نذكر انه الرز سوينا العيش. العيش العيش بسيط، بس حطينا فيه الماي ما شاء الله والعيش وشويه زيت زيتون وملح. زيت زيتون وملح بس. الله الله. عندنا هني البطاط. الحين حتحط بس البطاطس عليها؟ نحط البطاط اخر شيء، بنحط التوابل عشان ما تحترق. حلو. وتسوي ريحه حلوه في اخر واحنا بندوق، بس تذكرنا بعدين ايش في توابل. ونروح دحين لعلي.
في تقرير. طيب نروح لتقرير. طبعا قبل اسابيع مشاهدينا كان في حديث عن افتتاح معهد للموسيقى في العاصمة الرياض، والخبر الجميل ان المعهد مشاهدينا تم افتتاحه بالفعل وبدأت الدراسة فيه في مطلع شهر مارس، وطبعا يجري العمل على تخريج الدفعة الأولى من طلابه خلال الأشهر أو أشهر الستة المقبلة ليكونوا نواة أول أوركسترا وأول دار أوبرا في المملكة العربية السعودية. تفاصيل أكثر مع فهد بن جليد. قبل أروح فهد بن جليد، نعم أستاذ، حطوا الكمية اللي تبغونها من الفلفل، أنا بس بحط البابريكا. يلا احنا حنحطه وخليهم هم يروحوا. ما الاول ها؟ لا لا بالعكس، هو احسن بليد بليد احسن شيء. الوالده نعم نعم. كيف يحطون؟ يعني ما عندي حساب ربع ملعقه نص ملعقه. لا لا مو يلا خلينا نشوف التقرير واحنا نحط التوابل حقتنا.